السلام عليكم، this is your boy Big Reaction. جعلكم ليت برياكسيون جديدة كالعادة، والعوايد جديد موجود، Big Reaction موجود. اللي مرة هذه بزوز تيتروات جديد الأولاد. نبدأ بالأجد فهمتني، ولا خطر متاع البارح ديجا فاتني، اللي هو فريستايل هبطوا على شان فينيل. هذا ما يمنعش الأولاد تيتر هبطوا على الشان متاعه هو، اللي هو اللي تقشيرة نحنا وهما كليب اوفيسيال. الولاد تيتر ما عندوش اكثر من 4 سوايع من اللي هبط. ليتس جو نشوفوا شنو هي الفوضى، نشوفوا ولاد بنزرت شنو هي عاملين صاحبي، شنو هي بلاصتهم في الراب وشنو هي عاملين في الراب في تونس صاحبي. نتشرف الولاد خاطرني من بنزرت وكلكم تعرفوا صاحبي، دونك فهمتني ولا حاجه تشرف انك تشوف رابوريت كيما هكا يا صاحبي يخدموا مع بعضهم، مريقلين مع بعضهم، جاوبين مع بعضهم، مش اول مره باش يخدموا مع بعضهم. يخرجوا بنزرت في صوره محليه، يخرجوا في بنزرت في صوره اني رايد خرج في رابوريت، دونك حاجه مزيانه برشا. ليتس جو نشوف شنو هي الفوضى مع بعضنا ونفهموا العمليه بالكدي بالكدي بالكدي. يلا اللي ثبت ايش نحكي لي فما وطحنا منا فدت هذيك اللي عنا ما ترانيش بحث مبدل من اللي صغير مخدر نجبت في المخبل ليلي ما نرجعش بيتش زرانا سيمي لوتا اختك ما تفجعش رابي تنجيبو لك موتا ان شاء الله يصبر نعش حتى نشوفو ببتوبة وقف كيما عبسي سمي نوبة كيز احكي مع عكسي كل ما يراني قوي شوتا مقتي ما في اشترى مولد حومتي الوليد تفرج بصديك بالغاديك وتفرج لعبيت صاحبي والله فاضي كيما عبسي سمي نوبة كيز احكي مع عكسي كل ما يراني قوي شوتا مقتي ما فادلكش في باركوري بقالي شوكا كنت احكي بالرسمي مش معني اطلع كوتا سيكت نكر قاسمي مش من الناس اللي تتشوكا تركز تتبلوكا جاي تجص الضيعة هما تركز تتبلوكا نسل بلاد تبيع هما فرغت بالفلوكا يقف بالكبير هما قاقر بالبلوزة وين متاع العباد انا وين فلوس الكوكا اللي خشمي في السبيل نقعد محبوبة ما تحكي لي في داري تجي في وجهي تولي خويا صاحبي ما تجيش تبعد في السلام ما الحكاية حولة تحكي لي في داري تجي في وجهي تولي خويا زيد الكلام ما ويتيت وجربتولا ما نعطيوش فرصة آخر غلطة الأولى خويا تجيش تجسلام نلقو كي شافونا ما فهميش الوسط مخي حبسو بدني حومة بلي خشمي في السبال نقعد دي محبوبة ما فهميش الوسط فما نحن فما هو جبو تبعد في بلي خشمي في السماء نقعد ديما حومة ما فماش وسط فما نحنا فما هما صاحبي. الحومة ديما تريبريزونتيك الوليد خاصة انك تربيت فيها فهمت كيفاش العبالية صاحبي خشمي في السماء نقعد ديما حومة ما فماش الوسط فما نحنا فما هما جبو تبعد في السلام ما الحكاية حولة تحكي لي في ظهري تجي في وجهي تولي خويا خويا زيد الكلام ما ويتيت وجربتولا ما نعطيوش فرصة آخر غلطة الأولى خويا تجيش تجسلام نلقو كي شافونا ما فماش الوسط مخي حبسو بدني حومة يا صاحبي والله حوبة كاملة غاديك بنزرت كاملة غاديك الولاد اقسم بالله جيراسيو بتاعي جيراسيو اصغر مني يا صاحبي والله قالوا لي الولاد قالوا لي فما كليب شي تصور قالوا لي ايجا وصاحبي اقسم بالله ما واتيتش بقراني بدت منظري غاديك حتى انا ما يقلقش الولاد شبيع بنزرت صاحبي كنا مع بعضنا صاحبي شبيع مخي بلوك نوت نعرف ليك كنت من غزر مفرق بين الكاليتي والكاملوت استروليكس كيما لبست الميس نوت غلطت وانا صغير باش كي كبرت وليت صون فوت قلبي غلطت وانا صغير باش كي كبرت وليت صون فوت برو اي استعمل مخي سفاح بدني كل ما عمل جواتني تعشق نيكاح تحب وانت فقير عبارة حرب بلا سلاح ما نهديش ورد نهدي المرضي فردك احكاح كيفيرا كاش دور بالطالبا ما فهمش كاقول فراسي نلبس لك كولوم سيرفيت موني لونك وان دويت لوي فيتون وطور اجدرا من بياجو 180 جلي راتو طعم 7000 تو كوني ليكول اكسبور امبور بلايك باركي زول 7000 صاحبي 7000 7000 صاحبي بيزرتا صاحبي شبيك صاحبي مونتاليتا برا برافا كلبوكا جونيور قرعو برشا وشام الناس الكل تقول في السلفادور باللي خشمي في السماء نقعد ديما حومة ما فماش الوسط فما نحنا وفما هما جبو تبعد في السماء ما الحكاية حولة تحكي لي في ظهري تجي في وجهي تولي خويا خويا زيد الكلام ما ويتيت وجربتولا ما نعطيوش فرصة آخر غلطة الأولى خويا تجي تجسلام نلقو كي شافونا ما
فهميش الوسط مخي حبسه بدني حومة باللي حشمي في السباق نقعدي محومة ما فهميش الوسط فما نحن فما هما سبو تبعد في السلاب ما الحكاية حولة تحكي لي في ظهري تجي في وجهي تقول لي خويا خويا زيت الكلام موتيت ونجرب تولا ما نعطيوش فرصة آخر غلطة الغلطة الأولى خويا تيجي تجسلي لينكو كي شافونا ما فهميش الوسط مخي حبسه بدني حومة ملا فوضى وملا بنزرت وملا ليا وملا تقشير الولاد اقسم بالله حاجة مش عادية حاجة مزيانة حاجة شبابة الولاد ليا كل ما يروح لهنا يا صاحبي كل ما يروح بنزرت يعمل تيتر لهنا يعمل كليب ومكثرية زادة يعمل اكتفيتها مع تقشيرة فهمتني ولا باش تفهم اللي كما قالك فهمتني ولا ما خشمي في السماء ديما تقعد حومة ما فماش وسط فما نحنا فما هما فهمت كيفاش ماما تبع تقعد يعني ديما مسؤول على حومتك تقعد ديما باسم حومتك فهمت كيفاش الولاد سينو كلنا نعرف ويمكن انتم ما تعرفوش الولاد من مكثرية العباد اللي من بنزرت فهمتني ولا تعرف اللي بنزرت صغيرة الناس كل تعرف بعضها حرفيا الولاد فهمتني ولا حتى حومة 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 ما كلها تعرف بعضها كلنا ولاد حومة فهمتني ولا اذا ما يمنعش كيما قلت لكم الولاد شرف بيه فهمتني ولا انه ليا تقشيرة فهمتني ولا ريبريزونتيو لك حومات مع بعضهم مخلطين فهمتني ولا شباب مع بعضهم فرد الوقت صاحبي يعني وكلها عاملة جو كلها شيخة فهمتني ولا صورة كليب حاجة مزيانة كالعادة الولاد اللي هي كالعادة تقشيرة برشا سوفا جيتي ما فرض الوقت بيت هارد ما فكر فرض الوقت صاحبي تقشيرة عنا برشا ما سمعناش ما هذا ما يمنعش يكملوا بعضهم خرجونا حاجة مزيانة الولاد فهمتني ولا شبابة شبابة تتعدى بالكدي بالكدي الولاد فهمتني ولا وتريبريزونتي 7000 بنزرت فهمتني ولا حاجة مزيانة برشا ان شاء الله تكون عجبتكم رياكسيو ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن تنسيو شاركم كومنتاتكم دنيتكم اجواءكم سبسكرايب نتاعكم خاصه الاولاد مرحبا بكم على انستغرام بيكي مطر رياكشن 22 مينيسكيول الاولاد مرحبا بكم المره هذه الاولاد باش نعلمكم بموضوع بين قوسين والا تعرفش كيفاش تنحكيو فيه مره اخرى مش مشكل نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن بيس اند فاكن لوف هنيونا الولاد فهمتني ولا بك البارتاج وك السبسكرايب وك الدنيا وك الفازات يلا